فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين. يقول الله تعالى في سورة الطور: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. البر من أسماء الله الحسنى ورد مرة واحدة في القرآن الكريم. ماذا تعني الكلمة بشكل عام من الناحية اللغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه. نعم آه ورد هذا الاسم آه في القران الكريم كما تفضلت في سوره الطور في قوله تعالى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. آه هذا الاسم ايضا ورد في حديث آه ابي هريره رضي الله عنه وأجمع عليه المسلمون فيما يتعلق بمعناه فالعلماء رجعوا بمعناه إلى ثلاثة معاني معنى الأول البر هو المحسن أو البر هو الإحسان ويجب أن نتفت إلى الفرق بين بر وبر وبار آه. فيعني الـ الـ البر ده هو الفعل يعني هو الاحسان هو فعل الاحسان يعني بر الوالدين هو الاحسان الى الوالدين لكن الـ 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 الولد مثلا يقال بر بوالديه او بار بوالديه يعني محسن اليهما دائما في الفعل وفي القول المعنى الثاني قالوا البر هو العطوف العطوف على عباده ولكن يعني هنا العطف يشمل الجميع يعني عطوف بشكل عام بمعنى أنه يشمل الكفار ويشمل المؤمنين ويشمل جميع العباد فهذا معنى من معنى البر من أسمائه سبحانه وتعالى المعنى الثالث اللي هو إكرام وإعزاز أوليائه وأولياء هنا مش معنى الأولياء يعني أولياء معنى المؤمنين بمعنى المؤمنين هنا الاسم ده يفرق بين ان يكون برا يعني لا يقول ان الله بر بغير المؤمنين لان الاسم هو هنا المراد انه الاعزاز والاكرام الاعزاز والاكرام للاولياء فعطوف اللي قبله عام في جميع الخلق وكذلك المحسن عام في جميع الخلق لكن المعنى الثالث اللي هو الاعزاز والاكرام والله سبحانه وتعالى لا يعز الكافرين ولا يكرمهم ينعم عليهم نعم انما يعني لا لا تصل درجه الانعام الى مستوى الاعزاز ومستوى الاكرام اذا من معاني البر المختلفه المحسن والعطوف والمكرم والمقدم. او المعز نعم. اه اي من هذه المعاني تناسب الذات الالهيه هو يعني لا اريد ان ادخل في الخلافيات و انما يعني اللي اختاروا مثلا الشيخ ابو بكر بن العربي وهو طبعا من كبار علماء المغاربه القدامى يعني فهو بي بي بيعترض على التعريف الاول وعلى التعريف الثاني يعني التعريف الثاني اللي هو عطوف على جميع العباد اه فاذا هو يقول اذا كنت ستفسر البر بمعنى أنه العطوف على جميع العباد هنا مشكلة ما هي هذه المشكلة؟ معنى كده أنك تقول أنه بر بالعباد جميعا طيب إيه الإشكال؟ كأنك تقول بر بالكفار وبالمؤمنين وهذا هو الإشكال فمن هنا هو يفرق بين يعني أنعم وبين أن يقال بر بهم فهنا هو يرفض هذا التعريف الثاني وكمان يرفض التعريف الاول اللي هو البر بمعنى الاحسان او البر بمعنى المحسن يقول ان الاحسان ثمره البر حين يكون الولد مثلا برا او براً هذا هذه الصفه تثمر فيه الاحسان الى الوالدين كانها ترتبت عليه بالضبط يعني زي آه. مثلا الـ الـ الاكرام آه. الاكرام مش هو الكرم الكرم الصفه اللي هي ينتج عنها او تثمر الاكرام الاكرام فهو يقول ان ان الـ الـ الاحسان هو ليس هو ليس يعني صفه وإن عشان تبقى هي صفه المعنى البر آه. سبحانه وتعالى انما هي اثر او يعني آه نتيجه ثمره او نتيجه م. فارتضى التعريف الاخير وهو ان البر بمعنى انه مكرم والمعز معز ومكرم ومحب لاوليائه يعني للمؤمنين به مولانا إذا كان البر يعني إكرام الله وإعزازه أولياءه إيه كيف نفهم ما يفعله السفهاء والظلمة بعباد الله وأولياء الله من تنكيل وقتل وتعذيب كما نرى في غزة على سبيل المثال نعم هذا سؤال وجيه فعلا نحن اتفقنا على أن اسم البر هو اسم هو معناه من الإكرام والإعزاز والاحترام يعني آه. إلهي لعباده المؤمنين فكيف رضي باهانتهم ممكن نقول كده باهانتهم من عباد امثالهم لكن من سفهاء الناس من يعني مجرمي الحروب من من الى اخر ما ما نعرف وعلى طول التاريخ م. هذا يدل على ان الله والعياذ بالله يعني كانه تخلى عن اكرامهم. مم. لا المساله ليست هكذا، المساله في نحن فهمنا هذه الاهانه من يعني من وجهه نظر يعني واحده. اه وقاصره. آه قاصره جدا. مم. يعني نظرنا اليها بعين واحده. لما المفروض ان ننظر بعينين. الفعل يكون اهانه حين يكون ظاهره وباطنه واحد اهانه. يعني إهانة في الظاهر وإهانة في الباطن وكذلك أيضا يكون إهانة حينما يكون مبدأه ومنتهاه ومآله إهانة نتيجته نتيجته آه. تكون برضو هي جت في سياق الإهانة آه. آه لكن الذي يحدث بالنسبة لهذا ما نراه وخاصة مع عباده المؤمنين سواء كانوا فرادة أو جماعات أو جيوش أو بلاد أو أبطال هو يدخل في باب الابتلاء مم. وباب الابتلاء معروف أن الابتلاء ظاهره إهانة لكن باطنه مختلف أشد الاختلاف حكمة يعلمها الله حكمة <applause> يعلمها الله وقد تكون موجودة وقد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة مم. لكن على كل حال لا يسعك ابدا ان تفهم ان هذا الفعل اهانه في حقيقته وانه او ان مآله ما وان عقباه وان ما سيترتب عليه هو اهانات بعضها فوق بعض. م. هذا غير صحيح. الاهانه في الشكل الاهانه في الشكل اما في المضمون فليست اهانه وانما هو يدخل في باب المحنه التي تعقبها منحه كما يقولون <applause> لاني يعني المحن وراء وراها منحه وده طبعا مش يعني مش انشا الكلام ده انما <applause> انما ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرى. او اليسر هو المال هو المال اه اليسر هو المال وطبعا يعني هي قضيه حدوث الشر اصلا في الكون لا نفهمها على حقيقتها يعني. وليه في شر في الكون يا مولاي؟ لا يوجد شر في الكون لا يوجد شر؟ أه لا يوجد شر امال اللي احنا شايفينه ده ايه؟ ده خير كله ازاي؟ انا اقول لحضرتك يعني هو أه الله سبحانه وتعالى يريد دائما الخير ده واضح مم. اذا اراد الشر فلما يتضمنه من خير لي ليه؟ لانه لا يظلم معنى ان يعني تتساءل لما أه صنع كذا صنع كذا وانت متالم فكأنك تقول هذا ظلم م. لكن إذا فهمت هذا في إطار العدل وفي إطار كما تحدثنا من قبل لا يظلم مثقال ذرة فال... ال... ال... هنا تفهم أن الذي أن الذي يحدث هذا لا يحدث ظلما وإنما يحدث لمعنى وهو المسألة يعني مسألة دخول الشر حتى يعني في الفلسفه الاسلاميه له ابواب خاصه به يعني باب حتى في الالهيات لابن سينا باب كيفيه دخول الشر في القضاء الالهي <applause> باب مبحث عجيب هو مستند الى القران الكريم يعني هو متشاف فطبعا الـ 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 عندنا الفقر المصائب كذا 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 أو ما يحدث الآن من من حروب آه نعم ظاهرها إهانة ولكن باطنها فيه خير إزاي إحنا لازم يعني نشوف أو نشوف الحكمة الإلهية م. يعني إحنا الحكمة قد تخفى وقد لكن بكل تأكيد أنها تعمل مرتبطة بصفتين م. صفة بصفة العدل م. وبصفة يسمونها صفة الجود الالهي او الفيض الالهي اه يعني آه الفيض الالهي ده مستمر لا ينقطع آه العطاء بوفره العطاء مسيال آه. سيال وكل و و و ما يحدث ده كل ما يحدث بخيره بما نظنه شرا هو ايضا ده اثر الفيض الالهي الفيض الالهي فاذا آه فكرنا في ارتباط الحكمه بال 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 بالعدل فمعنى ذلك ما يصيب الناس ليس ظلما لهم. وإذا فكرنا في ربط الحكمة بمعنى الفيض الإلهي يعني كل ما يحدث هو من عند الله فمعنى ذلك أنه وأنت بتبحث عن حاجة غير اللي شفته ده فكأنك تقول هناك صورة أجمل من قادمة لا مش قادمة لا يعني المتألم ده الذي لا يعرف فهمها آه. يعني أنت كنت عايز مثلاً المصاب ده بمرض وهو يأن ويقول لي يا ربي وأنا عملت إيه ومش عارف الكلام نقوله آه. كله. طيب هو ك... هو في ذهنه أنه لو ما يعني لو ما مرضش أفضل أحسن كأن الفيض الإلهي غلطان لما فاض به هذه الصورة والفيض الإلهي طبعاً دجود إلهي فيض إلهي فكل ما يحدث في هذا الكون ده يعني متصفي وطالع يعني ما فيش حاجة أحسن منه تاني إطلاقا فلا بد من أن احنا نعتبر كيف أن القضاء والقدر يرتبط بالعدل وإذا فلا ظلم ويرتبط بالفيض وإذا فالذي حدث وأفضل صورة حدثت فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل حديثنا عن اسم الله تعالى البر في الحلقه المقبله باذن الله احبانا الكرام الى ان نلتقي مجددا مع الامام الطيب نترككم في رعايه الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته